عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. هنايا عندي زوج كيلو تاع الدقيق الابيض، جوج كيسان تاع زنجلان، جوج كيسان تاع اللوز، كيس تاع خمارة تاع 8 غرامات، المسكة الحرة، الملحة، زعفران الحر، ماء زهر، كاس زبدة، بين الزبدة والزيت كاس، ونخلطهم ان شاء الله. نحن معكم ان شاء الله. بسم الله. هنا نص زبدة ونص زيت. اسفل عندي معمر واحد، انا عندي هنا جوج كيلو، زوج غادي ندير القريصه تاع الملح فيه. بسم الله. هيا ندير اللوز ديالي جوج كيسان، الزنجلان جوج كيسان، المسكة الحرة مغرف مغرف، هنايا عندي الخميرة الحلوة وحدة، عندي شي كتر بس انا غادي نخلطو ان شاء الله. هنا الزعفران الحر، شوف قادرين غادي نمسح. بسم الله بسم الله، بقاو تحركو مزيان مزيان، خدمو هاديك السميدة مزيان مزيان، هاديك الفرينة. ندخل عليكم بالصحة والهنا إن شاء الله. غادي نخلطو مليح مليح هكا حتى نحلو مزيان بالزبدة ونولي معكم. بسم الله. هنايا ديرو معلقة كبيرة نتاع القرفة، أنا كنت نسيتها. هيا معلقة كبيرة نتاع معلقة، ومعلقة نتاع المنافع، ومعلقة نتاع البسباس، هكا باش كل واحد يعرف. وغادي نولي معكم ان شاء الله. هنا عندي جوج معالق نتاع البسباس، بس عندي جوج كيلو. هنايا عندي معلقه كبيره حبه حلاوه، فوالا ما تقولش بيها بزاف، يا مره نخلطو نركب مزيان مزيان. نولي معكم بعد ان شاء الله. راه هنايا حنا نرونوه بالماء الزهر، شويه زعفران شعرة، نخدمو نولي معكم ان شاء الله. راه هنايا حنا نحيوه ونطويوه ونخليوها عاودة كيروبوزي، طويوها غير هكا بحال مسمنة أولا بحال رغيفة، ها هكا كل واحد كيفاش يخدم الشباكية ديالو، كل بلادو بلادها. أنا غنولي معكم بعد إن شاء الله. الشباكية ديالنا بسم الله.
اللي بغى يديرها صغيره اللي بغى يديرها كبيره تقصص على حسب الذوق ديالكم. غادي نولي معكم ان شاء الله هبري. السلام عليكم. ورا هنايا درنا العسل ديالنا ها هو، وهنا درنا الزيت ديالنا، وغادي دركي نطيب الشباكيه ونولي معكم ان شاء الله. غادي نحطها في اللايف ونحطها لكم ان فيديو ان شاء الله في يوتيوب. السلام عليكم. وهنا الشباكيه ديالنا، هذه كوموند جاتني ماشي الشباكيه ديالي. مرحبا بكم والف مرحبا. هلا مرحبا بكم.